إجراءات السلامة والتدابير الوقائية لمواجهة وباء كوفيد 19 في الضيعات والشركات الفلاحية. في هذا اللقاء غادي نتعرفوا على الإجراءات الأولية اللي خاص كل رب العمل يقوم بها في الضيعة لتحقيق شروط السلامة الصحية. إجراءات السلامة الصحية الواجب احترامها من طرف الفلاحين: احترام أوقات وكيفية غسل وتعقيم اليدين، تتبع كيفية وضع وإزالة الكمامة بطريقة صحية، احترام كيفية نزع القفازات، ثم تتبع كيفية غسل القفازات القابلة لإعادة الاستعمال. إذن أشنا هي الإجراءات اللي خص رب العمل يقوم بها في الضيعة دياله؟ أولا، توفير المواد اللازمة للسلامة الصحية وبالكمية الكافية. هنا كنتحدث على الصابون منظف السائل، الكمامات، سائل الكحول المعقم، كمامات FFP2 للاستعمال في حالة احتمال الإصابة بكوفيد 19، المحرار لقياس درجة حرارة الفلاحين، الحرص على أن بدلة العمل تكون نظيفة. إلا فرضت علينا الظروف نشتغلوا في مسافة كتقل على 1 متر بين الشخص والشخص، رب العمل واجب عليه يوفر أقنعة لهذه الأشخاص، المناديل الورقية ذات الاستعمال الوحيد، مواد تنظيف وتعقيم وسائل نقل العمال والبضائع وأسطوح وآليات العمل داخل الضيعة، أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق لجمع قمم، سلات المهملات. رب العمل أو رئيس الشركة واجب عليه كذلك توفير وسائل نقل العمال مع الحرص على احترام مسافة التباعد، توفير أماكن المبيت إذا اقتضى الأمر. رب العمل واجب عليه تخصيص مكان للعزل بالضيعة أو بالشركة في حالة احتمال إصابة أحد الفلاحين أو العمال بكوفيد 19، وفي هذه الحالة يجب إعلام السلطات المعنية على الأرقام التالية: اليقظة الوبائية 080-147-47، ألو سامو 141. وفي الأخير، رب العمل أو رئيس الشركة واجب عليه إجراء ورشة تكوينية لفائدة الفلاحين والعمال للتذكير بإجراءات السلامة الصحية لمواجهة جائحة كوفيد 19. ومن الإجراءات الاحترازية والضرورية كذلك اللي خص رب العمل بصفة عامة يقوم بها هي إعفاء العمال والفلاحين المصابين بأمراض مزمنة من العمل والضيعة والشركة، الحرص على تعقيم وسائل نقل العمال والبضائع وأسطوح وآلية العمل داخل الضيعة مرة في الأسبوع على الأقل، ثم قياس درجة حرارة الفلاحين والعمال قبل الخروج إلى الضيعة أو الشركة. بعد ما شفنا إجراءات السلامة اللي خص رب العمل يقوم بها، الآن غادي نشوفوا إجراءات السلامة اللي خص العامل أو الفلاح يلتزم بها كذلك. أولا، إخبار رب العمل في الضيعة في حالة احتمال الإصابة بكوفيد 19 أو مخالطة شخص مصاب بالمرض، وهذه هي الأعراض: ضيق التنفس، ألم في الصدر، سيلة الأنف، القيء بإسهال، صداع حاد، حمى وارتفاع درجة الحرارة، والسعال الجاف. ثانيا، من الواجب على الفلاح أو العامل احترام التدابير الوقائية التالية: احترام مسافة التباعد اللي هي 1 متر، تجنب لمس الفم والوجه والعين، ارتداء الكمامة، تجنب المصافحة، غسل اليدين باستمرار، الكحة أو العطس في منديل ورقي أو في تانية المرفق، تجنب مشاركة الأدوات الشخصية، تجنب التجمعات، تجنب مخالطة الأشخاص المحتمل إصابتهم بالوباء، الحفاظ على نمط حياة صحي، تجنب الأطعمة النيئة، ثم رمي النفايات في سلة القمامة الخاصة بذلك. المحور الثالث هو احترام أوقات وكيفية غسل وتعقيم اليدين. أوقات غسل وتعقيم اليدين: بعد السعال والعطس، بعد لمس العين أو الأنف أو الفم، قبل وبعد دخول أو مغادرة المرافق الصحية، قبل وبعد وجبة غذائية، بعد لمس المناطق المتسخة، قبل وبعد إزالة الكمامة، بعد لمس الأسطح المشتركة، بعد لمس منطقة يشتبه في إصابتها بالفيروس، قبل وبعد التدخين. الآن غنشوفوا الطريقة الصحيحة باش نغسل يدي ونكون متأكد بنسبة كبيرة من النظافة ديالهم. أولا، نبلل يدي بالماء مزيان، نوضع القدر الكافي من الصابون، نفرك راحتي اليدين ديالي اليمنى ثم اليسرى، نفرك الظهر ديال اليد ديالي براحة اليد الأخرى مع تشبيك الأصابع، نخلل الأصابع ديالي، نفرك الإبهام ديالي بشكل دائري، ثم نفرك الأظافر ديالي فراحة اليد الأخرى بشكل دائري، نفرك الرسخين بحركة دائرية. هنا نشلل مزيان بالماء ونجفف منديل ورقي وحيد الاستعمال، وهكا نكون حصلت على يدين نظاف بنسبة كبيرة. فهذا المحور الرابع غادي نتعرفوا كيفاش نوضعوا الكمامة ونزيلوها بطريقة صحية.
كيفاش نوضع الكمامه ديالي؟ اولا كنغسل ونعقم يديا، ثانيا كنمسك الكمامه من خلال الاربطه ونقوم بتغطيه الفم والانف، ثالثا كنقرص القناع على الانف، ورابعا كنتاكد من تغطيه اللحيه. دابا غنعرفوا كيفاش نزيلوا الكمامه. قبل ما نزيل الكمامه كنغسل ونعقم اليدين، كنقوم بازاله الكمامه من خلال الاربطه، كنوضعها في كيس قمامه ثم في سله المهملات، ومن بعد كنغسل وكنعقم يديا. هذا المحور الخامس بالنسبه للناس اللي كيتحتم عليهم يشتغلوا بالقفازات، غادي نتعرفوا مجموعين كيفاش ننزعوا القفازات بطريقه صحيحه. اولا كنقرص القفاز على الريسخ تجنبا للمس الجلد، ما خصنيش نلمس الجلد ديالي. ثانيا كنزيل القفاز الاول، ثالثا اما كنحتفظ به في القفاز الثاني اما كنرميه للقمامه. رابعا كندخل الصبع ديالي داخل القفاز الثاني باش كنتجنب ما نقيسش القفاز من الخارج ديالو. خامسا كنزيل القفاز الثاني، سادسا كنوضعو كيس القمامه ثم في سله المهملات، واخيرا كنغسل وكنعقم يديا مزيان. هذا المحور السادس والاخير غادي نعرفو كيفاش نتعاملوا مع القفازات اللي كنستعملوها اكثر من مره. اولا كنبلل القفازات بالماء مزيان، كنوضع القدر الكافي ديال الصابون، وباش نغسل القفازات كنتبعوا جميع المراحل اللي شفنا في غسل اليدين. ثالثا كنزيل القفازات ديالي وحده من بعد وحده وكنمسكهم من الاصابع. رابعا كنقوم بتعليق القفازه مكان نظيف وجاف. دليل الفلاح لمواجهه كوفيد 19 نقلا عن وزاره الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات، اعداد وتقديم تنميه فلاحيه.